حميم وشاعر لبعض أغنياتي. الأستاذ خالد أبو الروس الكاشف شخصية غير عادية. تمام، الكاشف شخصية غير عادية دي تمام، ولو إن هو مشى في طريق ناس قبله لكن فاتهم بحاجات كثيرة جدا في موسيقاه، في ألحانه، في طريقة أداه للغنى ذاته. أول مرة واضح الكلمات، يعني لا تجد غموض في كلماته قط. ثاني مرة هذا الرجل مع إنه لا يعرف يقرأ ولا يكتب كان يحفظ القصيدة في مرتين تقول له أو ثلاثة مرات، ويضع الموسيقى كمان يحفظ الموسيقى معاه. دي كمان أغرب حاجة، يجي يوريها الناس اللي بيعزف معاه. فهو رجل فلتة أصله، يعني ما ممكن النسخة الكاشف دي تتكرر تاني بين الفنانين أبدا، وسيكون المسألة دي دلوقتي يمكن ما تظهر كثير. يعني دلوقتي ما أظننا نعرف الكاشف لسه، ما تعرف يعني الكاشف لسه غامض، يعني الناس ما يعرفوا لسه. يعني حيكون في المستقبل الكاشف ده مصدر لحاجات كثيرة جدا، تتكشف عنه حاجات كثيرة جدا جدا. وأظن إنه الكاشف ده مدرسة قائمة بذاته، يعني حاجة هو جلب بين الفترة بين غنائين الحقيبة الكبار وبين الناس الجداد. فالكاشف فلت من الفلتات. طيب غنى لك الفنان الراحل إبراهيم الكاشف على ما أعتقد ثلاثة أغنيات: أغنية صابحني دائما مبتسم، والمجرم في الصباح، وحيرت أفكاري. أيوة. طيب ليه ما قدمت له أكبر عدد من الأغنيات، يعني مع أنك أنت لصيق له وصديق؟ أنا صديقه جدا، ولما أخذ مني القصائد دي كان في موضوع خلاه إنه ياخذ مني القصائد. هو طبعا كان بيغني لناس السيد عبد العزيز وعبيد عبد الرحمن الشعراء الكبار دي. قام حصل بينهم بين الكاشف وبين سيد وعبيد اختلاف، هم كانوا محتكرينه يعني كاحتكار يعني. أيوة. لأنه صديقهم أكثر مني أنا، فكانوا هم بدوا كل شيء يعني مكفينه من جهة القصائد. لما اختلف معاهم لجأ لي أنا، فابتديت أديه. هم مش الثلاثة ديل اللي سجلت، يمكن أديته خمسة ولا ستة قصائد غروب وقصائد كثيرة، لكن ديل اللي سجلوا. فلما اختلف معاهم لجأ لي أنا، فأنا ابتديت أديه. يعني لو لا وجود هذا الخلاف ما نقول إنه ما كان يغني لي، ما كان يغني لي أبدا. أنا الغريب الشاعر محمد بشير عتيق مرة سألته وأجاب بنفس الإجابة بتاعتك، لأنه عبيد عبد الرحمن وسيد عبد العزيز هم كانوا بيقدموا أغنيات متواصلة للكاشف، وما وجد فرصة إنه يقدم أغنية للكاشف. ما لحن لي ولا قصيدة. ولا قصيدة. في شعراء كتار ما لحنوا لي، لكن في بعضهم اتصلوا بي كأصدقاء لي وودوه، لكن طيب أنا لو ما الفرصة دي ما كانش أبدا غنى لي. طيب موضوع أخير وسؤال يعني نختتم به لقاءنا معاك. نعم. الاحتكار يعني فنان يحتكر شاعر أو العكس بالنسبة للأغنية، هل هذه هي ظاهرة صحية تفتكر؟ والله دي لها جانبين، جانب كويس وجانب بطال. الجانب الكويس انه بيخلي الشاعر المحتكر بيخليه يألف اكبر كمية من الشعر لهذا الفنان، ودي بتخلي الشاعر يعني يمشي والفنان بيجيب له مواضيع عشان يضع لي فيها الشعر. ده جانبه المشرق. اما جانبه المظلم بيحرم الفنان من قصائد جميلة ومن شعراء كتار انه يغني لهم، ودي الظاهر فيها يمكن مظلمة شوية. طيب ومع ذلك انها جميلة. شكرا جزيلا للأستاذ خالد أبو الروس، ونتمنى ان نلتقي معك في فرصة اخرى. شكرا.